نسألك عن إشي انفقد بأيامنا هاي كان موجود بأيامكم، تحكي لنا عنه. ما بعرف والله شو فاد. إحنا انفقدنا. اللي كنا في الماضي ونحن نتأسف عليه إنه مش موجود في الوقت الحاضر، اللي هي الألفة، واللهم صل محمد، صلة الرحم كانت في الماضي عندنا موجودة، وكان مثل خلينا نقول عن العيد اللي مضى، كان العيد بمثابة فرحة للكل. يعني كنت أنا أزور جاري، كان أبوي الله يسهل عليه لما يجي العيد عندنا كان نزور كل قرايبنا وكل جار من جيراننا في كل المنطقة. اليوم كان فرض، كان لازم ضروري جدا انك انت يعني تزور كل قرايبك وتزور كل جيرانك، والنبي وسع سبع جار. فهذا اللي كنا اليوم احنا مفتقدينه، اللي هي الألفة، صلة الرحم، الترابط، مش بس الترابط الأسري، الترابط المجتمعي. أخاف عليك تخاف علي، أسأل عنك تسأل عني. اليوم الواحد صحيح احنا عايشين في المدينة، بس والله كأنك عايش في الصحراء، ما حدا سأل في حدا، ولا حدا بيسأل عن حدا، ولا حدا يعني بشوف حدا. الكل ملتهي بعمله، الكل ملتهي بشغله، بس مش هيك الحياة. كانت الحياة أول إلى طعم خاص، كانت أحسن، كان في ألفة، كان في محبة، كان في ترابط، كان في مودة. ترجع أي الحياة بالعراق ترجع كما كانت قبل، هاي اللي أتمناه والأمان. هذا أي والله هذا اللي أريده أنا. ماشي يعني اللي بدي يروح اللي بروح برجع هو. ما بيرجع؟ لا ما بيرجع. زمن أول حول، زمن الطيبة زي ما قلت لك، زمن الأخلاق، زمن الخير. ولا إحنا في زمن النفاق، النصب، الاحتيال، التعامل بين البشر على أساس المصلحة والمادي، مصالح وماديات، تعامل، علاقات إنسانية، علاقات طيبة، علاقات صلة رحم، تواصل، هاي انعدمت. كان ماضي هسه راح، ما ظل، خف كثير. صرت أتمنى أشوف واحد عنده أخلاق من هالأكابر، الناس الكبار المحترمين كلها ولده، التعامل بين الناس والطيب، كله اختلف، كله هذا، كل هالامور القديمه اختلفت، اليوم ما في. الحب والجيره والناس كل شيء، كل شيء كان زمان فيش منه هسه راح. ليش؟ نفوس الناس تغيرت على بعض، بطل في نيه صافيه، بطل في ناس، كله صار همه بس اللهم نفسي. هذا سبب كبير باللي قاعد بصير فينا. ممكن الظروف المعيشية هي فرضت هذا الشيء، خلت هذا الشيء يصير بيناتنا؟ لا، لأنه من زمان في ناس معها مصاري، في ناس ما معها مصاري، في ناس عايشة وفي ناس مش عايشة، أو بالأحرى يعني مش عايشة منيح، بس إحنا من جوا مش كويسين. والله المصداقية يا شيخ، المصداقية اللي انفقدت بالماضي كان، يعني كان بالأول بالماضي تحط 100 دينار مع واحد يجي بعد يومين تجي تلاقيهم عنده. اليوم بقول لك والله صرفت فيهم، معلش أصبر علي كمان شوي، أصبر علي كمان شوي تروحوا منك. المودة والطيبة طبعا كانت بالماضي، كانت يا أخي سبحان الله، ألفة، مودة، رحمة، كان في كنا نسكن مثلا 10 عائلات ببيت واحد، ما في كان مشكلة عندك. اليوم والله عم الابن ما بطيق ابنه، والأبو بطيقش أخوه، يعني الأوضاع صعبة كثيرة، يعني نفتقد أشياء كثيرة احنا طبعا 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 بنفتقد شغلات كثير، بنفتقد بشغلات، بس إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. كثير شغلات، يعني محبة الناس لبعض، خوف الجيران على بعض، حتى الألعاب تبعتنا كنا نلعبها زمان مش موجودة، على مستوى الأفلام الكرتون اللي بالتلفزيون، يعني تقعد تتفرج تستغرب. الآن يعني صرت خاف على أولادك إنه تحط لهم علي. صحيح فعلا في قنوات أطفال للكبار غلط. عن عادات كانت حلوة كثير أيام قبل وأيام.
أيامنا كانت حلوة كثير، وكانت في خير، في زرع، في خضرة، في كل شيء، فيه في تواصل، في تواصل. الضيف لما يخش على الضيف يستقبله بكل سرور. أيامنا هاي أيامنا يعني مش كثير إلا من رحم رب. بالضبط. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك، الله يساعدك، الله يرضى. الحقيقة في عادات الحمد لله باقية، ولا يمكن أن تندثر. الكرم، الشهامة، الطيب باقية، ونراها الحمد لله حتى في المواسم الدينية كرمضان، والإقدام على الإفطار الصائمين، وعلى في مناسبات الأعياد أيضا. إلا أنه في بعض العادات والتقاليد ما نقول اندثرت، نقول تغيرت بشكل تطوري، وما قلناها اندثرت. ارتباطات الناس، تطور الحياة الآن، مشاغلهم، ارتباطاتهم الوظيفية، الوسائل التي جعلتهم يشغلون أكثر، لكنها تنعكس إيجابا على الأجيال اللي كانت يعني فيها نوع تطور واستخدام للحضارة المتقدمة، إلا أنها بقيت كما هي.